مشكورة لقناة شوف تي في على كل حال. هادشي راه كيطرى بزاف، هادشي في هاد المغرب، هادشي راه صراحة معجزة كنشوفوها يوميا، كنشوفوها يوميا. هادشي غادي وكينشر، غادي وكيتزاد، غادي وكيسميتو، راه بزاف هادشي والله القسم بالله، بزاف بالله. هاد السيدة تعدات عليا يوم وعائلتها، بغيت ربي اللي يخلصهم من هادشي اللي غادي نطلب من عند الله. جات كرفسات عليا، هرست ليا الباب، هرست ليا، قطعت ليا الفراش ديال الصالون، كيدير شي 1,700,000، عندي حجاج، عندي كل شيء، وقطعت ليا بيت ناس كدير 1,600,000 ريال، وقطعت ليا حوايجي، ودارت ليا الحوايج فيهم جافيل كاملين، وزاد حوايجها عربات وصالون جاي هي تا هي مقطعه، فهمتي. تكرفسات عليا بزاف، وانا جيت من برا كنت خدام في العداله، ومشيت لبرا عشت 20 سنه في اوروبا، جيت انا كونت الاسره، هادشي شريت دار 47 مليون اللي خسرت عليها، 47 مليون اقسم بالله الا العظيم. كنت ساكن في حي النهضه واحد في الرباط حدا حمام عويشه، فهمتيني، حدا دار الخبز، سميتني كمال حسن، وكان طلب هادشي العداله، كان طلب غير القانون ديالي وحقي وصافي. هادشي لهاد المراه هادي هي ونسيبه ديالي، نسيبتي، راه تعدو عليا وتكرفسو عليا، راه هادي 15 يوم وانا طلع وهبط، طلع وهبط، لا خدمه لا والو. عندي هاد الدار كريدي، كنخلص 34,000 ريال كل شهر، بلا ماكله بلا شرب بلا ما لا ضو. هاد السيده تكرفسات عليا، حسبي الله ونعم الوكيل، بغيت انا ربي ينتقم منهم. هادشي اللي غادي نطلب، راه انا كنصبرت، لان علاش؟ راه اي واحد بحالي انا غادي يدير شي جريمه، فهمتيني، وانا كنعد لساني صراحه، راحه كان هاد لساني بالله والقسم الا كان صبر معاه 10 سنين انا صبر معاه بحال هكا. عندنا دعوه في 2015 2016، لان عندي شي مشاكل ومع عمري قبطني بوليس ولا عندي شي سوابق الا معاهم هما، الا معاهم هما، مع خوتها ومع عائلتها صراحه. ها انت تشوفوا حالتي انايا، خلات لي زوج دراري 15 يوم وانا كناكلهم ونشربهم، ما عنديش فين غنخدم، ما عنديش كي غادي اش غنقول لك، كنخليهم في الدار، كنهبط لكم يا سميتو الدرك الملكي للمحكمه، الدرك الملكي كنجي هنا حتى الوحده ولا الزوج، وهذا مساكن ميتين بالجوع، كنخرجهم كنوكلهم في الريستورون، ها هو هنا في بومباتشال في عيناتيك الا بغيتو تسولوا. والله القسم حتى العيد شريت لهم العيد، كانوا كيبكيو، قلت انا عديت لساني جموفو، قلت انا شري لهم العيد، شريت لهم العيد وشريت لهم الحوايج ديال العيد. المهم انا الدنيا هانيه، انا جايه فيا، جايه فيا. وهاد السيدة شنو بغات عندي، شنو بغات عندي؟ تبع ما تبع ما الزواج كيقول لك طلاق بالمعروف وزواج بالمعروف، طلاق حلال وزواج حلال. انا ما عملت معها حتى شي حاجه خايبه، ما كنشرب الشراب، ما كنكمل الحشيش، ما كنتقرقب، عندي الكار والله عفوا لي، هادشي اللي كاين، كنت كنشرب وهذا وعفى الله، هادي 10 سنين من نهار تزوجت بها ما عمري حطيتو في فمي، ولكن تقي الله، راه دابا غير الصلاه والعباده، تعطيني شوية الثقة، تعطيني اتساع، الناس كيتفاهموا غير بالعقل، هو اللي حكمت المحكمة أنا نأديه فقط، ما عنديش باش نأديه، نمشي للحبس، علاش تجي تكرفس ليا في الدار ديالي والمسائل ديالي وهذا؟ أنا هادشي كله درتو غير على ولادي بالله، ما فيا ما نرهن ولا نكري ونخلي نبقى عايش أنا وياها، ديك 47 مليون راه نعيش بها مخير، والله تنعيش بها، تندير كوميرس وهذا وأنا كاري ولا مرهن. ولكن حشومه هذه كيجيو فرقه هنايا عندي، با وما خوتها بالحجر بالسلاح الابيض، هادشي حشومه والله الا حشومه عار. اما عمري شتو انا في عيد ولا بالله الا شتو غير هنا في المغرب، كيسكنوا في ديال العسكر حدا العوفير في 20/7. وشنو هو المشكل بالضبط؟ شنو هو المشكل؟ كانت كتشاطي مع مرات معاه من كتشاطي، وكتفرج داك الفيلم ديال تركيا، والوجه عندها قال لها اعطيني الماء الماء، انا كنت غادي نصلي نط، جيت قلت ليها اجي شتها كادي، قلت معليش حيت عارف غير نهضر معاها تتشعل، كتهبط تبقى السب 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 والقذف، كتحل الباب وتهبط حاشاك ما من الحزام لتحت. وانا ساكن هنا في مروه، سولوا كاع الجيران اش غايقولوا لي، شحال من جار كيقول لي قول لمراتك الله يخليك تحسن على الفضاء، راه عندنا العيالات عندنا ولادنا، كنقولها لها كتقول لي وراه انت اللي ما كيحملوكش وراه انت هادي، تنقول لها صافي والله الا حشمت انا ما باغيش نبقى هنا في مروه، بالله القسم الا بغيت نمشي حتى للصحراء ولا طنطان، كرات حشمت مع هاد الجيران، انا ما عمري وصلت لهاد الدرجه، انا ساكن كنت ساكن في الرباط في حي النهضه، سولوا عليا ما عمرو شي فورغو ولا بوليسي جا لعندي
ولا قال لي اجي راه لي غير لاكارت ناسيونال. حتى تعرفت معاهم غير مع العائله، شوفوا المحكمه الابتدائيه، المحكمه قضاء الاسره غير معاهم هما، ها حنا جينا في عيناتك الدرك الملكي غير معاهم هما، ما عندي حتى شي مشكل مع شي واحد الا معاهم هما. وبزاف هادشي بزاف، عندهم واحد امهم الله يحفظ والله يحفظ لهلي وصلها لشي مسلم، ضربني باهم هنا بحجره بحجره، وكيقول لك انا بان راه غير سميت واحد النزاع زعما باننا حنايا السب والقذف فقط. لا ضربني وتبعوني بالحجار وبسلاح الابيض، راه من ثلاثه حتى اربعه، هما زوج خوت وعندهم امهم وباهم والمدام ديالي مراتي. جات عندها لك زعما حشومه هادشي واش غادي ديرهم؟ جا هضر معاهم الدرك الملكي واحد الجندار قال لي الله يخليك اجهز بنتك بالليل، راه هضر معاهم مزيان قال لهم الله يخليك اجي ما وقع حتى شي حاجه، هذا العيد والعواشر الله يرضي عليك، قال لي هز بنتك وديها يومين ثلاث ايام ان شاء الله هذا العيد ورجعها. قال لي واخا، ملي جاو جاو بالسلاح الابيض وبالحجر ما احترموش القوانين وما كيحترموش، وما هكا هما تيدخلوا الكوميساريه ولا الجندرم كيبقى يغوتوا، راه قالها لاني ديجا القاضي في قضاء الاسره، قال لها شوفي كي كتعاملي معانا حنايا العالم الله كي كتعاملي معاه في الدار، قالت لها شوفي غاش ديروا الصلح بيناتكم ولا شوف يلا بسلامه صافي قطع عليها. كان معايا انا محامي هو محامي ديالها، انا كان باش جات نوبتي كنهضر هي قطعتني، ولا قال لها شوفي كي كتعاملي انت مع راجلك هنا معانا حنايا كيفاش كتعاملي معاه في داره. قال لها طلعت القضاء الاسره، راه كاين الشهود وكاين كل شيء، راه القضاء الاسره جبدهم بواحد، كانوا الجيران مساكن هنا كانوا الجيران شاهدين في هذا، كانوا شاهدين وما بغاوش يطلعوا، انا سديت عليها الباب بصراحه ما خليتهاش تخرج لان كتسب والقذف. انا جاو الجيران تشكاو مني قالوا يلا يخليك هضر مع مراتك، مراتي صعيبه عندها الالفاظ خايبه، قالت لك انايا من اللي سكنت من العام اللي فات وانا كنتعدى عليها وكنضربها وهذا، علاه ما كاينش قانون ما كاين والو ما كيشوفوش الجيران. كنقري ولادي بريفي كنقليهم بالفلوس، والبنت كتقرا هنا في الحكومه بالثالث زعما مهلي فيهم وديما مقدي وديما هادي، ها هما سولوا عليا الحوانت وفي كورونا والله والقسم بالله ما عندي لا ريال لا زوج، والله لا السيده وحسن مول الحانوت يعاود لكم، والله الا كانت كريدي هي كتمشي تكريدي عنده 10 كيلو ديال الفورس 10 كيلو ديال سبيسيال، جيب خنشه ديال اريال جيب هادي. شحال عندك في عمرهم بنات؟ عندي بنتي عندها 8 سنين وعندي ولدي زوج توام عندهم 6 سنين كيقراو هذوك بريفي دابا ما كايناش قرايه. انا كنطلب غير الحقوق ديالي فقط، انا غير تعطيني اتساع وهادشي اللي طالب منها، تعطيني امها شريره امها خايبه، غنقولها قدام اون بلين بيبليك امهم خايبه 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 بزاف، كتجي من بنتها ما عمرها شي نهار قالت لها واتقي الله راه راجلك شرى لك الدار دار لك الفراش زوين غالي هذا الفراش والله لا غالي بالله، هما عندي انا لو بروف عندي انا التوصيل ديالهم شحال شريتهم، غير هذا ريشبون كيدير 1200 درهم من المترو، وهذا الرويال هذا الملكي 6000 ريال جبناه من السلعه.